طقس عيد الصعود، وهو من الأعياد السيدية السبعة الكبرى، ويوافق اليوم الأربعين من الخمسين المقدسة، أي بعد أربعين يوما من قيامة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد. أمضاها بين تلاميذه الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله، ثم أخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء وأخذته سحابة عن أعينهم. وكان هذا في الحقيقة إعلانا منظورا لدخول المسيح إلى الأقداس العليا ليتسلم من الآب سلطانه ومجده وملكوته، كما سبقت وأنبأت الكتب على فم دانيال في رؤياه: كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى قديم الأيام، فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسن. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. ولقد حقق المسيح له المجد هذا كله وأعلنه بفمه وأكمله بصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمين الآب. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ويصور لنا القديس بولس الرسول صعود ربنا يسوع المسيح إلى السماوات، وكأنه يفتتح طريقا جديدا إلى الأقداس العليا في السماوات باعتباره كاهن عظيم على بيت الله، بل رئيس كهنة للخيرات العتيدة. لكنه يؤسس هذا الطريق لا بكلمة ولا بسلطان، ولكن بجسده الذي حمل عليه كل خطايا البشر من آدم إلى آخر إنسان على الأرض، وإذ مات وتبرأ من كل خطايا البشرية تبرأنا فيه، فصار جسده مهيئا أن يصعد بلا مانع إلى أعلى السماوات ويجلس بكل كرامة ومجد عن يمين أبيه. فصار جسده الصاعد هو الطريق الوحيد الذي إذ نتحد به نعبر فيه إلى أعلى السماوات، إلى الآب، إلى الأقداس العليا. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله. وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبدي، لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. أما عن موكب صعود مخلصنا وفادينا إلى السماء، يصوره لنا أبدع تصوير لحن الصعود أفريك فيه: طأطأ السماء ودزل، والضباب تحت رجليه، ركب على الشاربيب وطار، طار على أجنحة الرياح، فلتفرح السماوات وتتهلل الأرض،
تفرح كل قبائل المؤمنين الأرثوذكسيين، لأن المسيح الإله الوحيد الجنسي صعد إلى السماوات. فلنقل مع المرتل: صعد الله بالتهليل، والرب بصوت القرن، وجلس على عرشه.
Yeah.
كريستوس أبطل Oh, yeah.